السلام عليكم ورجعنا لكم في انطباع الحلقة الثالثة من انمي الخطايا السبع المميتة او ناتسونات تانزاي. خلونا نبدأ. <applause> طبعا كودنا يطلع في الحلقه ماجد او محمد او اي احد ثاني لكن ظروفهم لا تسمح حاليا الحلقات خطأي سبع ما بتكون حصرا على احد سواء انا او ماجد او محمد اللي بيكون موجود منه فاضي ويقدر يصور ظروفه تسمح يصور هو اللي راح يصور الحلقه عشان ما تتاخر عليكم انتم متابعينا بدأت الحلقة مع ظهور العملاق الكبير الضخم الأبيض هذا عند مملكة الملك آثر اسمها ظهر كيميلت أو كيميلت أو كيميلت ما يبدأ ولا بالضبط بس كان الظهور عندهم كانوا يتجهزون للمعركة وياه عندك بعدها راح المشهد عند اللي هو اليزابيث وكانت جالسة برضو تشوف رؤية جديدة أو شيء جديد يعني لأنها كان مغمى عليها ف يعني سلسلة اللي هي سالفة إن عندها تشوف رؤية جديدة وظهر فيها شكل مليودس الحقيقي اللي مو بس صغير هو كبير هذه بعد شغلة يعني غامضة جدا في الأنمي لحد الحين ما توضحت ليش مليودس صغير شو السالفة ايش وضعه ايش هذه الأمور دي كلها ما توضحت لحد الحين الأنمي مليان في غموض صراحة في حاجات كثيرة من الغموض بعدها قالت هي طبعا لما يدوس قدامها يقول لها ها ايش فيك ايش اللي صار فيك؟ قالت انا ما ادري ايش فيك قال انت اغمى عليك بسبه إنه جوثر استخدم الحركه اللي اي واحد طاقته اقل من 400 معناته طاقته هي اقل من 400 يغمى عليه على طول يعني فيغمى عليها قالت او صح تذكرت جوثر كان يتقاتل مع اللي هي شو اسمه دياني فخلنا نروح هناك يا ولد السماء طبعا بعدها انتقل المشهد عند دياني وجوثر هم يتقاتلون وكان يعني قتال يعني رهيب جدا صراحه استمتعت فيه قتل مره مره ممتع بين اثنين من الخطايا السبعة وصراحه ان كل واحد يقول لهم انا قوم الثاني فكان يتكلم قاطع عن اللي هو دياني يقول لها انت يعني وانت مع انك صغيره الحجم الا ان عندك قوه جسديه يعني تساوي قوة الكابتن يعني اللي هو مليودس وهذا شيء مثير للاعجاب فبعدها قالت ديانا يبي ترك عنك المزح وعلى طول بدات الجد واستدعت العملاقين الكبار كذا عشان يضربونهم وهنا هو استخدم الكنز المقدس ويعني اساس انه كسلاح يستخدمه ضدها وتحكم في العملاقين وقلبها عليهم مع ذلك هي ما شاء الله قوته يعني الجسديه اللي عنده لائله جدا قدرت تخترق الاحجار كذا لما جت عند جوثم بوف اعطته واحد وجهه خلته ينسدح وبعدها انتهت المعركه وصول بوصول يودس الى عندهم وكانت تقول دياني اه تايتش وانت وصلت عندنا اهلا وسهلا وحياك الله وجابوا جوثر كذا قاعد ويعني زي ما تقول البوكس اللي جات جاه من دياني زي ما تقول صحة ولا خلاه يرجع العقل الطبيعي وزي كذا زي اللي نادم زي كذا على اللي سواه فقال مليودس كنت تحس فيه انت يعني انت قاعد تسوي ذا الشيء، فهنا توضح ان جوثر مو طبيعي وكان يقول لهم يعني انه قدنا رجع الوعي قال يعني انا لازم تحبسوني لازم تخلوني لحالي ما تخلوني كذا زي كذا انا ممكن افقد حتى شخصيتي وزي كذا ما دي يعني في حاجات غامضه حول جوثر برضو ما قاعد تتوضح لنا، تتوضح بعد شوي في الاحداث احنا ماشيين فيها. كان جوثر يتكلم اني بفقد هويتي وش كان يقصد يعني يوم كان يعني بفقد هويتي شو السالفه شو اللي يقصد بالضبط شو اللي يتكلم عنه في غموض جدا جدا كبير حول شخصيه جوثر برضو يعني ما توضح صراحه لسه ممكن توضح في الحلقه الحلقات الجايه بنشوف خلونا نتابعها حبه حبه وبعدها طبعا يوم يعني وصلوا كذا وشافوا خلاص ان الامور هدت كانت تقول يعني ميرلين حق مليدوس خلاص خل نكمل سلفتنا بعدين يعني اللي كان انقطعت يوم في الحانة يوم كانوا يتناقشون او في مقر ميرلين كانوا يتناقشون يعني رجعي لي الشيء اللي عندك يعني هذا الشيء يمكن ذكر اكثر من مره ترى على فكره يعني من بدا الجزء لحد الحين كان ذكر مرتين او ثلاث مرات لحد الحين يعني, يعني انه رجع لي شيء يعني كان يتكلم عن شغله انه يبي شيء كانت هي ماخذته منه وش هو الشيء لحد الحين ما توضح طبعا ما ادري شو صراحه بس اتوقع انه شيء يعني بيقلب موازين بيخلي ميليدو شيء قوي شيء اسطوري شيء يعني يزيد من قوته لان صراحه يعني انت متخيل معي انه يعني كيف ميلدو سيدي راح يقدر يواجه الظلال العشره اذا كان ما عنده حاجه اسطوريه مستخبيه وخشته يعني لو يمكن اعطته اياها الحين يعني بيصير شيء ثاني بيصير شيء خارق العاده اي نو صراحه انا متحمس مره مره وفي احس ان الكاتب يعني حق الخطايا السبع يعني متعمق جدا عنده كذا يعني فاتح له كذا مجالات كبيرة عشان يروح في القصة يمين يسار يعني صراحة. بعد ذلك انتقل المشهد عند الظلال العاشرة وكان جايين عند هضبة وكان يتكلمون يعني هذه ما كانت موجودة قبل 3000 سنة شو اللي صار هنا شو اللي تغير يعني كانت زي المنطقة زي الشجرة وكان فيها حفرة عميقة جدا جدا وكانوا يتكلمون إن يعني شلون استوت هالعفرة إنه واضح إنه صار بعد بعد قتال وكان استخدم فيها قوة أسطورية جدا وكان يتكلم زليدرس أو زيليدرس والله اسمه صعب اللي يشبه مليدس بالضبط ان ان الحفره هذه سببها هو ميلودس يعني قال له شللي اللي انت سويته ميلودس عشان تسوي هذا الشيء؟ شو اللي استخدمته؟ شو فعلته؟ وهذا كان ياكد على النقطه اللي انا كنت اتكلم عنها قبل شوي انه يعني مليودس عنده حاجه خارق العادة وشيء اسطوري شيء قوي جدا مبين واضح انه يعني حاليا مو بكامل قوته ترى العادية يعني مع انه قوي جدا وجامد قوي جدا الا انه مش كامل قوته مش كامل البوتنشل حقه حاليا وصل لميليدوس يعني اتوقع لو وصل كامل ده يمكن يدير يواجه ظلال يعني بشكل اسطوري شيء خرافي فرجعت تكلمت واحدة من الظلال ناسي اسمها صراحة ما بعرف اساميهم لانهم كثير واجد بس انها تكلمت انه يعني مش هذا المهم حاليا يا زيلدس او زيلودس المهم حاليا بالنسبه لنا الراحه خلينا نرتاح فهو التفت على استرو وساله يعني نفس السؤال ايش رايك انت زي كذا ذاك ما رد عليه وقال كلمه غريبه جدا عجيبه قال لأ انك يا اخوي يعني وبرضو عنده نفس الشيء اللي عند مليودس ونفس اللي عند زيلودس كذا اللي هنا في جبهتهم نفس الشيء كلهم يعني نفس العلامة تقريبا وهذا شيء برضو علامة تعجب بيحطنا علامة تعجب قوية هنا ايش ايش السالفة؟ ايش وضعهم ذيلا؟ ايش مش سالفتهم؟ هل هم اخوان ثلاثتهم؟ هل هم في شيء يربطهم؟ هل رابطتهم شلون؟ في شيء في شيء في شيء مو معروف ومبهم صراحة. أتوقع أنه يعني حيتوضح أنه سيزن هذا أن هذا السيزون هذا، فزي كان صراحة نتحمس مع كل حلقة تجي من خطايا 700 اتحمس اكثر واكثر صراحه، يعني شيء جميل صرت استنى كل يوم سبت الحلقه عشان أجي اشوفها على طول. <applause> بعدها رجع المشهد عند مليودس واصحابه وكان يتكلم جوثر انه قاعد يعيد ذاكره جيله ويا اخوها جيل يعني واستخدم طريقه كوميديه ضحكني يعني فيها يوم يعني قال يعني انا اعتذر وانا اسف ما كان قصدي، طبعا زي ما قلت في الحلقه الماضيه يعني واضح انه مو بشري وهذا كان توقع محمد انه ما كان بشري فيعني مو فاهم ولا بعارف ايش كان يبي يجرب يختبر فكان يقول انا هذا اللي ضحكني اكثر شيء يقول يعني انا كان اعتذر من قلب بس انا ما عندي قلب عشان اعتذر والله مو صاحي صراحه بس صراحه هذا شخصيه كاثر عجبتني على فكره حتى لو كانت غثيثه حتى لو كانت مو طبيعيه بس انه يعني هو مو فمو فاهم انت ايش تتكلم عن ايش المشاعر اللي عندك ايش اللي داخلك فطبيعي ترى يا جماعه الخير وكانت تتكلم جيلا يعني, يعني بعد ما اعتذر قال حتى لو لا تعتذر لان انا كنت اسوء منك لان كانت تقصد طبعا هنا الناس اسوء منك ان انا استخدمت قوه الشياطين في الجزء الاول عشان اثبت نفسي واقول للناس وتخليت عن اخوي هذا كان قصدها وقالت له برضه اشكرك انك انت رجعت لي ذكريات ابوي كانت جميله وحلوه جميله يعني حتى لو كانت يعني انت كنت حاطني ذكريات زيها بس انت ذكرتني بشيء حاجه حلوه في حياتي برضه. بنفس الوقت بعدها ظهر عندهم عطش السيد قال شو السالفه يا جماعه شو اللي سويته وش اللي صاير؟ واستغربوا اوه سلايدر جاي هنا وش عندك غريبه يعني زي كذا فبعدها مرة قالت له يعني انت جيت في وقتك حياك يبا تعال تعال نحتاجينك فزعتك فقال هنا مليودس يا ابوي ترى ذا ما يطيع الا الملك فرجع نزل لها وعلى طول قال ايش اللي تبين تمرين عليه فهنا كذا مليودس قال يا ولد يكون ذي يعني ماسك عليك شيء ولا حاجه ما يصير مو طبيعي <applause> انت المفروض ما تسمع لك الملك فجابوا ذكريات انه يعني هي يعني كانت بقوتها قدرت تفتح الباب اللي كان مغلق على الملك ما حد قدر يفتحه من الفرسان كلهم يعني فهو معجب بقوتها هذا اللي وضح بس انا احس احس والله العالم هذه ميرلين يعني تربطها كثير امور غريبه عجيبه هي وجوثر من الخطايا السبع المميتة صراحه عندهم حاجات يعني انا اكيد عندي علامات استفهام تحتهم كثيره جدا هم اثنين بالذات يعني يعني في نقاط كذا تعجب غريبه عجيبه عنهم يعني هي ساحره وهذاك يعني يعني مستخدمه حتى هي السحر عليه رجعتها الى دمية اكتشفنا ان جوثر دمية دمية بشرية يعني مستخدم ورجعت كذا صغيرة في يده وقالت انه من صنع ساحر قوي عظيم جدا برضو من هذا الساحر قوي ومن هذا الساحر عظيم اذا ميرلين تقول عنه ساحر عظيم فايش رايك يعني اكيد في شيء برضو هل هو عايش هل هو ميت الساحر أنا أذكره هذا لانه ما ذكروا هذا الشيء برضو هذه حاجات كلها يعني تحط علامات استفهام فوق راسنا ونقول يعني وصراحه صراحه كاتب الخطا سبع يعني انا اكتشفت فيه حاجه واحده انه يعني في بعض حاجات التفاصيل الصغيره انكم ممكن تهملها تطلع لك بعدين قدام ما ما يطلع اي شيء عبث ولا عبط صراحه برضو يعني فهذا شيء يحسب له كاتب القصه صراحه فرجعت الجوثر الى دميه وطلبت من سلايدر انه يقول خلي عندك واحتفظ فيه وانتبه عليه وكذا يعني خليه عندك لانه تمادى ويمكن يعني تمادى زياده يسبب لنا مشاكل ومصايب اكثر. بعدين تقول المشهد في الحانه رجعوا كلهم وكان حاطين شو اسمه جوثر كذا كنا على الطاوله كنا دميه والله ذكرني بجمار يا جماعه الخير. <applause> كذا دميه كذا قاعده ومش حليله وكيوت صراحه يعني للامانه جوثر يعني حبيتها صراحه شخصية مع يمكن كثير منكم كارها بس انا صراحه شخصية حبيتها يعني كان كيوت وحليو وكذا قاعد على كويس جو. <applause> ف... كانت هنا دينا تسال الجو... انت كنت عارف انه يعني دميه قال لا انا توني ما عرفت ميليدوس هذا بايع الدنيا وكل شيء اه اوكي كل شيء عنده سهالات وامور طيبه ميلين كانت عارفه من اول الباقي كلهم خطايا سبعه اتوقع ما كانوا يعرفون ميلين طبعا ثبت انها ساحره عندها معرفه بامور كثيره عارفه امور كثيره برضو في امور كثيره غامضه تجاهها فديانا هنا تاثرت يعني قالت انا يعني حكمت عليه ويوم تضاربت معه وقلت أنت ما انت انتم انت انت دميه يعني فالمفروض ما تسرعت وزي كذا فا وهي تتكلم كذا بتأثر عن جوثر جو تكلم برضه السيدة قال جوثر يا حظك انت محظوظ يعني زي ما تقول لنا قاعد يتكلمون عنك كلهم بالطيب وانك انت ومليدس كان يقول انه هو خوينا ومهما كان هو واحد من عظم الخطايا السبع فهنا بعدين يعني جابوا دين زي اللي تقول عيونها جابوا دين عيونها كذا زي شيء لمع في عينها ويعني او دخل سكني فيها او شيء <applause> بس ترى يعني جوثر وضح اللي وضح ان جوثر له يد في الموضوع هذا الدميه لان جابوا بسرعه طلعت الدميه بعد ما تحركت العيون عندها هل ميرلن لاحظت هذا الشيء ولا لا؟ ميرلين واضح انه ما انتبه ولا احد بس هل ميرلن موجوده يعني انتبهت حق هذا الشيء او لا انا ما ادري صراحه بس انه واضح ان جوثر حاليا يعني عنده يعني اكسس او دخول كذا عقل يعني بيصير شيء في المستقبل خاص بهذا الشيء يعني ان جوثر بيتدخل بطريقه او باخرى هل هو بيتدخل دخول ايجابي هل هو بيتدخل دخول سلبي هل هو بينكبهم هل بيساعدهم بهذا الشيء لا نعلم برضو كسرت ان السلايدر قالوا له تعال معنا بيكملنا تكملنا احنا ناقصين عشان يكون جوثر وياهم على طول في اي وقت ممكن يحتاجونه برضو يقدر يطلع جوثر لهم يفزع لهم في في المواقف المحرجه هذا هذا تفسير المنطقي الوحيد انه يخليه يعني سلايدر يروح وياهم ولا شفادته يروح ياهم مهما كان مو بديك القوه ترى سلايدر يعني مثل قوه الخطايا السبعه يعني ممكن يأدي بس او يخلونه ملطش عشان يظهر يض... <applause> يخلونه ملطش عشان يظهرون القوه الشخص اللي بيقابله بس يمكن هذا هذا بعد فائده ثانيه من يمكن تكون من سلايدر <applause> طبعا بعدها إليزابيث طلبت من مليوديوس أنها أروح معكم أنا عشان أساعدكم فهنا مليوديوس قال لها لا بصراحة عبارة وانت بتكون عائق كذا قالها يعني زي ما تقول كلمة جرحتها بس هو يعني كان يقصد انه يعني انا يعني حماية انت خلاص مهمتك خلصت رجعنا المدينة فانت ماش مهمة معنا طبعا هي تدري انها ممكن تكون عائق بالنسبة لهم مع ان العلاجية ترى بتفيدهم كثير جدا صراحة يعني بس برضه هو خايف عليها انها تتأثر ولا يصير لها شيء يكون هو السبب فعزا كذا هو كان يبي يبعدها وهي كانت تدري انها ضعيفة يعني ما تقدر تقدم لهم كثير بس انها برضه زي ما تقول يعني حتى انا كنت ضعيف انا حاب اللي هو الروحة والجية معكم والسفر معكم حتى لو ما كنت افيدكم ولا شيء بسيط حتى لو كنت عاق قدامكم انا حاب اني اروح وياكم بقدر بحاول احميكم باللي اقدر عليه بحاول اساعدكم باللي اقدر عليه هذا هذا فكرتها هي فطلع لها سلايدر وكان لها كلام حليو وزي كذا في خضم هذه الاحداث ولعت كرة البلورة الساحرة عند ميرلين فقالت يلا بنطير عند مملكة اللي هو الملك ارثر فعلى طول قالوا بننتقل لما هناك واختفت الحان على طول من هنا طلعت على طول عند عملاق العملاق بدا بيهاجم القريه فكان كينج اثر قاعد يحاول يدافع بالقريه اول ما جي يضرب انتبهوا انه في حاجز وكان مصنع ميرلين برضو والله ميرلين هذا مسوي شغل للجزء صراحه يعني هي مثل الجزء الماضي مسوي شغل بس هالجزء صار يعني الى الان هي يعني انا اشوفها الى الان هي مخذ الاضواء كلها تقريبا من الحلقه الاولى لحد الحين كل شيء قاعد يصير لها دور فيه او شيء لها علم فيه يعني على طول ما شيء غريب وعجيب جدا فبعدها كسر الدرع الضخم صدوا الضربه هم بعدين على طول جيم سوى كونتر اتاك يعني رد الهجوم على هذا العملاق بس برضو ما تاثر لشيء بسيط طبعا هنا علقت برضو هنا علقت ميرن قالت ان العملاق هذا بقوه هندريكسون يوم كان متحول وحش يعني مو سهل وقالوا انه يعني هذا الوحش عباره عن طاقه سحريه وما لا روح يعني داخله بس انه يعني قوه سحريه قاعده تتحرك يعني بس انها قويه جدا وحتى قواتها تتعدى ميرلين وتتعدى برضو اللي هم اليودس وهنا تكلم عد يوم سوى كاونتر سترايك يوم سوى يعني الهجمه المضاده لليودس قال انه يعني لازم نضرب النواه اللي داخله اللي بتكون عاده عند صدره كذا عشان ينهزم فحاول مليودس انه يهاجم عليه وجاء الكينج آثر يا أخي مظلوم والله حس إنه بيساعده ولا طبق العملاق وقام مليوس يحاول ينقذه طبعا يوم أنقذ الملك آرثر انكسر السيف حقه اللي كان ماخذه من ليز اللي هي تعتبر حبيبته الأولية واللي خذ السيف منها اللي هو إليزابيث وجابتها لا عطتها إياه من قبل فيوم أنقذه قال للملك آثر آسف أنا السبب إنك كنت راح سيفك وزي كذا قال له لا, لا. ترى السيف يعني أكل ضربات من أيام معركتي مع هندريكسون ف خلاص يعني زي ما تقول قدم اللي عليه وراح الله يستر <applause> عليه هنا بعدها يعني جابوا على طول اللي هي ميرلين برضو ميرلين تطلع مرة ثانية وهذا شيء اسطوري خطير جدا صراحة يا جماعة قاعدة في الاحداث انا مستغرب صراحة يعني في الاحداث هي قاعدة كل شيء كل شيء كلها يد فيه ولاحت السيف برضو اسمه من الكنز المقدس هاي ثاني مرة ينذكر استخدمها من قبل جوثر وحين قاعد يستخدمها من اليودس برضو اشتابت الكنز المقدس هذا واول ما استلم السيف كان اسم السيف برضه هو لوست فاين او لوست فاين او لوست فاين كذا يعني فبرضه سيف له اسم واول ما استلم يدوس على زي ما تقول فعله وفعل قوته وزاد هذا الشيء من قوته برضه وهذا اللي كنت اتكلم عنه بداية الحلقه ان مليدوس يعني مو بكامل قوته لحد الحين واتوقع انه في حاجات مأخوذ عنده حتى قالت ميرلين نفس الشيء قالت خلينا ننسى ذاك الشيء اللي انا مضى ارجع لك وامسك هذا السيف اخذه انا رهنت عليه من قبل وهذا الحين وقتنا كنت تعطي رهاني قيمه وزي كذا شيء من القبيل فاول ما خذه وقام قصص يد هذا العملاق وضربه فالعملاق قفلت معه وقال خلاص انا لازم انهيهم طلع له زي خمسه مدافع كذا وحاول يضرب في هالمدينه وكانوا يقولون يعني ميليز ما يقدر يصدها الخمس ضربات فجاه ميليز سوى كاجا بنش يطلع طلع خمس نسخ شلون طلعها ما ادري هل هي نسخ هل هي شيء تقنيه خاصه ميليز هل كل واحد يقدر يسويها ولا بس ميليز شو السالفه لا اعلم لحد الحين صراحه والله حدث يعني قاعده يعني تنبني شوي شوي يعطينا كميات معلومات الكاتب القصة في الحلقات الأولى لين يعني نوصل في النهاية بيفجرها بيولعها صدقون يعني بيبقى بيقوم البوكس الحقيقي حاليا قاعد يوريك يعني كل الناس شو اللي عندهم شو المزايا اللي عندهم شو العيوب اللي عندهم شو اللي قاعد يجمعونه شو يقدرون يسوونه بعد فما بعد ما سوى الخمس نسخ مليودس سوى كاونتر سترايك على على نفس العملاق يعني الهجوم المضاد على العملاق رجع ضرباته طيره كلها هزمه وانتهت سالفه العملاق الاول انتقل بعدها المشهد على طول الى الغابه كان كين قاعد يتكلم انه يعني بيرجع وبيروح وزي كذا شوي فجاه الغابه قامت تهتز وقامت ترتفع شوي شوي فقال شو السالفه شو السالفه اكتشفوا ان بان يعني كان هو قاعد يغذي الغابه من دم ما عشان ترجع زي اول اقوى وهذا السبب طبعا ان الغابه قاعد تنمو بهالسرعه رجعت حتى كينج مستغرب كان يتوقع انها ما بس سبت انه كان يقولوا أنك بان كان يجي بين فتره وفتره ما ادري كنا قالوها كل سبع سنوات الظاهر ما يبغى غلطان انه يجي يحاول يغذي الغابه هذه ويمشي وهذا كان هدفه فكان كذا حتى كينج ولعت لمبه في راسه قال اوه عشان كذا وكان يجي على طول يعني بعدها طبعا يوم جابوا كذا بان يتكلم مع الحارس الشخصيه حق اللي هو الملوك من قبل ويسولف وياها يعني يقول لها انت دام انت محبوب عند الجنان وكلهم وانت واحدة منهم اساسا ليش ما تصير انت ملكة قالت الملك لازم يكون من البشر ما يكون من الجنان ونفسهم يعني ملك الجن لازم يصير واحد من البشر وتختار برضو شجر مو بحنا نختار على كيفنا ولا انا اللي اختار على كيفنا فكان يقول انا ما استحق هذا الشيء قالت إيه؟ انت اساسا بس سماد انك تغذي الغابة انت ما تستحقها برضو كان يستنون لله... اللي هي إلين ترجع واحدة زيها كذا ترجع لهم بس مع نهاية هذا المشهد تقريبا جابوا الغابة تهتز مرة ثانية فقالوا شو السالفة هل هو هو نمو زيادة ولا شيء قال لا قال كينج لا مو بنمو هذا عملاق يعني واحد قاعد يهاجم وجابوا ذيل الجنان وقاعد يروحون حق بان يقول بان سما يعني في هجوم على الغابه نفس العملاق اللي كان هاجم على ذيك القريه بس ذا كان ضخم وهذا صاير طويل ما ادري شنو سالفته جاي يهاجم يعني فمعناته انه في اكثر من شخص عملاق طلع في اكثر من منطقه بتشوفون حتى يظهر ويهاجم ويضرب هذا كلهم طلعوا مع ظهور الظلال العشره برضه هذا تكلم عنها مليودس من, من قبل الحين وكذا نكون وصلنا لنهاية الانطباع حقنا ما ادري شو اللي بيصير في الحلقات الجاية صراحة متحمس لها اشوفها كلها وحلقة بحلقة واحدة بواحدة صراحة الاحداث فيها قاعدة تنبني على او تنطبخ على نار هاديه نستناها شو اللي بيصير فيها ان شاء الله الحلقات الجايه أه يعني نستنى الصدام بين الخطايا السبع وبين الظلال العشر لانها اتوقع هذا اكثر شيء واحد ليتح... متحمس له انا صراحه وكلكم اتوقع متحمسين لي معه لان صراحه إنه هو يمكن اهم حاجه في السيزون هذا بس انه مو من اول سيزون بيقوم الضراب سيزون 25 حلقه وانت في الحلقه الثالثه تو يعني قاعد ي... <applause> يمهد لك يحط لك شوي كذا قاعد يحط البهارات على ال... <applause> على الطبخه على اساس بعدين بوم يبدا البوكس كلها فيه آه في النهاية قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسون الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب والشير ونشوفكم على خير